مش لاقي زي
يسر كنيسة أنهار الحياة بتورونتو أن تعرض عليكم مجموعة من شرائط والسيديهات ترانيم منها العناوين التالية: ابدأ في أنا، وضعت للبحر حدا، لا تشمتي يا عدوتي، لنعبد أمام العرش، تعود فتحيينا. للمزيد من المعلومات الرجاء المراسلة على بريد إلكتروني riversoflife@hotmail.com أو زيارة موقعنا على الإنترنت على www.riversoflife.ca. بالنسبة للأخوات أو الزوجات، أنت عليك دور أنك تشبعي احتياج زوجك بالاحترام الذي يحتاجه، وده بأنك تحترمي وبتحترمي احتياجاته. إحساس أو احتياج الرجل للإنجاز، قدري رغبته في العمل والإنجاز، عشان كده ممكن تلاقيه أنه تلاقيه مشغول أو كذا وكذا. اشعري بتقديرك وإدراكك لرغبته في الإنجاز، وده ازاي بقى؟ انك توضحي له وتعبري له انك انت مقدره، تقولي له انك تقدرين عمله ومجهوده، بتقدري شغله وتعبه ان كان شغال في شغل معين او كده. دايما بتعبري الحاجه اللي مطلع نشاطه وطاقته فيها، بتعبري انك مقدره، ياه ده برافو عليك انك قدرت تعمل كذا كذا، وايه الانجاز اللي انت عملته ده، ده حاجه جميله. حاسه كده انك بتحترمي اللي بيعمله، حتى لو كان زوجك بيعمل حاجة بسيطة، شغال حاجة بسيطة، حاجة يمكن هو جواه إنه هو بيعمل حاجة ملهاش قيمة أو، لكن أنت دايما ارفعي بهذا المنظور. تقولي له أنك واثقة فيه في مجال عطائه وموهبه، تشجعيه، تقولي أنا واثقة أنك هتقدر تكمل ده، واثقة أنك هتقدر تحقق الأمر ده، واثقة أنك هتنجح، واثقة أنك هتشوف أبواب بتتفتح وهتكبر في العمل بتاعك والإنجاز بتاعك ده. تستمعي له في مجال عمله، اديله ودان، حتى لو بيتكلم، هو بيتكلم على الكمبيوتر بحاجات وحاجات ولا تهمك وكذا، بس أنت بتسمعي وبتشجعيه في هذه الدائرة. طري نفسك معينة ومساعدة له وتعبرين له عن ذلك. لازم تساعديه في الحاجات اللي هو مشغول بيها وبيحبها ومقدرها، تساعديه حتى لو حس انا مش عارفه اساعده ازاي، بس تلاقي تحسسيه انك افيلبل، انك موجوده وبتساعدي. ما تعيشيش في نقد مستمر لعمل انجازه، هو ده بس اللي قادر تعمله، شغال طول الشهر وهو ده اللي بيدخله، مدخل لي $1,000، هنعيش ازاي وهنعمل ايه؟ ده ايه الشغلانه اللي انت شغالها ديت؟ ده ايه اللي انت بتعمله؟ وايه القرارات الخاطئه اللي انت خدتها دي؟ كذا كذا. لا، لازم تكوني بتشجعيه حتى في أوقات ضعفه. ليه؟ لأنه لما في وقت كده بتكلميه عن فشله، عن عدم قدرته على تحقيق أمر، لما تكوني كل دي بيوصل رسائل عدم احترام، أنك مش قادرة تحترميه، فكأنه أنه قليل في عينيكي. الحاجة التانية، الترتيب والقيادة، أنك مقدرة أن الرب وضع ترتيب معين، الزوجة إيه والزوج إيه، وأنه في القيادة وأن هو القائد. لازم توصليه، قدري رغبته في حماية العائلة وتوفير لها احتياجاتها، ورغبته في القيادة، قدري أنه عنده رغبة كرجولة جواه. دايما راجل بيحس بالإشباع، أنه حس أنه قادر يوفر الحماية لعيلته، حماية مادية وحماية جسدية، وقادر أنه يحفظ العيلة، وقادر أنه يسدد احتياجاتها، وأنه قادر أنه يقود المركب البيت كله. شجعيه في هذا الاتجاه، حتى مش تأني بيه كده، انت ايه القرارات اللي خطها بسبب غلطتك ديت، خسرنا كل فلوسنا بسبب غلطتك ديت، بقينا في مكان غلط، ده ما كانش قيادة من الله وكذا وكذا. اوكي، ممكن يبقى كده، بس مش هو مش محتاج الحاجات دي، محتاج انك تشجعيه عشان رجولته تكبر، لانه ده بيبني جواه الاحترام، انك محترماه. تعبري بدون اضطرار عن تقديرك له كونه رأس البيت، عبري له كده انك بتحترميه وانك مقدره دوره كراس البيت، انك ممكن في اوقات كده تقولي له كده انا فعلا فخوره بيك كده انك انت راجلي.
تحترمي رأيه في الأوقات اللي حتى في الأوقات اللي مش متفقة معاه في الرأي، تحترمي هذا الرأي. الاحترام ده مهم قوي، احترمي رأيه في الوقت اللي حاسة إنك مش متفقة معاه خالص، وإنك متأكدة إن القرار اللي بياخده ده غلط. تعطيه كرامة مضاعفة أمام الآخرين، دايما فرص إنك لما تبقي قدام الآخرين دي اعتبريها فرص كده، مش تنفخيه كده على الفاضي وعلى المليان، لكن مش مثلا تدوسيه أو لا تعتبريه أو تعامليه ند بند، لكن بتوري له إن قدام الآخرين أنت تعطي له كرامة مضاعفة زيادة حتى أكتر يمكن من اللي في البيت. إنه قدام الناس أنا واخدة بالي كويس قوي جدا عن صورتك وشكلك وهيبتك قدام الآخرين، وأنا بعمل على إنها تكبر وإنها تحفظ، مش إنك بتعاملي معاه كده زي واحدة صاحبتك. لو تبقوا قاعدين مع بعض كده مجموعة زي بعد ما هنقعد نتغدى كده، تبقوا قاعدين مع بعض كده بتعامليه زي واحدة صاحبتك كده. طبعا في بجانب الصداقة، أنا مش بقول إنه هو، لكن في جانب كده إنه زي ما كان إبراهيم وسارة، سارة كانت تدعو زوجها سيدي. إيه المعنى؟ مش يا سيدي، مش يعني السيد وإنها عبدة عنده، لا، لكن في رسالة الاحترام، وبتبني صورة الاحترام دي أكثر وأكثر كمان قدام الآخرين. تتجنبي أي مواجهات بينك وبينه أمام الآخرين بما فيهم الأطفال، ده مهم جدا جدا جدا. شيء مؤذي لكرامة الرجل أو لاحترامك للرجل، كأنك بتهدمي الاحترام ده لما يحصل مواجهات في المشاكل قدام ناس تانية، تعاتبيه أو يمكن ترفعي صوتك أو تشتدي أو تغضبي أو تكلميه صورة بنشفة أو كده، حتى لو حاجة بسيطة، ويجي ممكن يقولك ليه طب عملت كده قدام ناس، ممكن لا أنا ما كنتش بكلم بصوت عالي ولا كان قصدي، أنا كنت بكلم عادي. لا، العادي بالنسبة لك ده عالي بالنسبة له، العادي بالنسبة لك عالي بالنسبة له. ليه؟ لأنه يحتاج إنك مش تعملي زي ما هتعاملي واحدة تانية معي، لا، قدام الآخرين كمان كده تجنبي أي مواجهات أي عتاب قدام، خديه على جنب، نتكلم على جنب، بلاش قدام الأطفال، لأنه كأنه أنت مع الوقت كده بتقولي له أنا مش بحترمك قدام العيال وأنا بنزلك قدام العيال. لما تواجهي كذا كذا، تدخلوا على أوضتكم حكوا مع بعض كذا بعد لما الأطفال يناموا أو كذا، ممكن في أوقات كتير تحس إن ده مش عملي، بس مع التدريب وقرار إنك تواجه ده يصير عادة تقدر تمارسيها أكتر وأكتر. تساندي صورته أمام نفسه كقائد، أنت اللي تشجعي وتغذي فيه صورة إنه قائد للبيت، انت عليك دور انك تغذي زي التغذيه كده، زي ما انسان محتاج لغذاء انت غذي كده فيه، تدوري على الفرص انك تغذي هذا الاتجاه فيه ان هو قائد البيت، ومش انك ما بتعتبرهوش او بتتجنبيه او ما خدتيش رايه في قرارات معينه. اي وقت بتعبري عن اختلافك في الراي معاه بيكون دايما قبل ما بتوصلي رساله انه في اختلاف في الراي، انه في لغة ولحن الاحترام والهدوء دون الهجوم على حقه في القيادة. بمعنى أنه بتقولي له أنا مختلفة معك في رأيي، لكن حقك في القيادة وفي اتخاذ القرارات وكده أنا ما بقربش جنبه جدا، أنا هادية قدامه، ودي في حاجة كده ما أقدرش أقرب ناحيتها. ممكن نختلف في الرأي ممكن، لكن ما أقدرش أمس ولو لثانية إحساسه بأنه فقد قدرته على قيادة البيت واتخاذ القرار، وده بيجي بأن أنا أواجه الأمور دي بهدوء. آخر حاجة أنه لا تقف في أمامه كند، ما تعمليهوش كده كأنه راس براس ومين اللي يكسب ومين اللي يفرض رأيه أكتر، لا، أنت في هيبة أنه هو الرجل، هو السيد، هو فوق، رجل رأس المرأة. ده مش معناه، عايز أوجه كلام، لأنه في ناس بتفتكر أنه ده معناه أن الرجل أعلى من المرأة ومستوى أعلى، لا، ده مش معناه كده. لما الآب هو رأس المسيح، ده مش معناه أنه الآب هو أعلى وفي مستوى أعلى ولا في كرامة أكتر من المسيح، لا، لأن الآب والابن في نفس المستوى، مساوين في بعض في الجوهر وفي اللاهوت وفي كل حاجة، لكن في ترتيب أنه في رأس، في رأس الأحد، حد رأس للتاني. فرأس لازم تلغي من ذهن كده أنه معناه أنه هو الرأس، معناه هو المسيطر، هو الأعلى منك، هو الأحسن،
هو اللي كأنه إحنا طبقة تانية أوطى، لا ده مش معنى كده، لكن ده ترتيب عشان المركب يمشي، وعشان ده ترتيب إلهي الله وضعه من أجل نظام، وده فكر الله من البدء، من بدء الخليقة. الله واحد لكن فيه هو رأس الآب، الله هو رأس المسيح. النقطة الثالثة اللي بتوصلي له احترامك ده، يبقى النقطة الأولى بتقدري إنجازه، النقطة الثانية بتقدري ترتيب وقيادته وضعه، النقطة الثالثة البصيرة والفتنة، إنك بتقدري إن هو عنده حكمة ونظرة وبصيرة معينة وفتنة وإدراك معين، مش بتدوسي على وجهة نظره، بمعنى إنك تشعري بتقديرك لنظرته ديت لما تشكريه من أجل نصائحه ورأيه. دوري على فرص إنك تشكريه، على فكرة thank you قوي على النصيحة اللي أنت قلتها لي دي، كانت هايلة وكانت في وقتها. ده بيبني جواه إحساس بالإحترام، إنك محترماه، محترمة آراءه وقراراته. دوري على فرص إنك تشكريه على هذه الأمور، تعلني له عن احتياجك لرأيه، دايما تحسسيه إنه أنا محتاجة رأيك في هذا الأمر، خصوصا في الأمور الكبيرة، أو خصوصا في الأمور أيضا اللي هو يهتم إن يكون بيشارك فيها الرأي، في أمور ممكن تبدو أنها لا تعنيه لكن أنت بالنسبة لك تشاركيه أو لا تشاركيه، ده موضوع مهم جدا ومؤثر، لأنه بتوصل وراء رسائل. تعلني له عن احتياجك لحكمته وإيمانك أن الرب خلقكما، شجعي بكلمات فأوكيت كده، أنا واثقة أن الرب مديك حكمة خاص لأن أنت الرأس، مديك حكمة في قرارات، ولو هو مهزوز في وقته خايف أنه ياخد قرار غلط، لا ما تخافش، أنا بصلي لك وأنا واثقة أن القرار ده حيكون من الرب ورب حيحفظ، وحتى لو أخطأت إيه المشكلة، الرب حيعالج، بس أنت تشجع، أنت ده دورك، عيش دورك كرجل باسم يسوع. اديله فرصة أنه هو اللي يعالج أمور، تديله فرصة تدعيه يعالج الأمور وتمدحي حلوله. النقطة الرابعة بعد كده الصداقة، والنقطة دي مضحكة شوية وغريبة شوية، وإتس فاني ويمكن غريبة بالنسبة لك، هتلاقي إن الرجل ده فعلا ده من كوكب تاني، بس فهميها معايا، هو يحتاج وجودك معه في نشاطه حتى بدون كلام. كتير قوي سامي يبقى قاعد يتفرج على ماتش الكورة وسهير كده رايحة جاية معدية قدامه بتطبخ كده، ولا تعالي اقعدي معايا، بس تعالي اقعدي، فتيجي فاكرة مثلا طب هنقعد نحكي مثلا، طيب وهنبتاع، لا بس تعالي اقعدي معايا، خليكي جنبي كده نقعد، ومش عايزين كلام، بس عايز وجودك معاه حتى بدون كلام. وجودك معاه وتجاوبك معاه بالطريقة ديت يبني جواه احساس بالاحترام وبيغذي شيء جواه، في حاجة في الراجل ان هو محتاجك معاه تكوني جنبه حتى بدون الكلام والديسكشنز والاحاديث في الاوقات اللي هو بيمارس فيها نشاطاته. يمكن هو قاعد يمكن بيعمل حاجه على الكمبيوتر وكده، ممكن انت مجرد انك تجي تعملي كوبايتين شاي كده وتقعدي جنبه كده وقاعده، ويمكن ما فيش كلام كتير، بس مجرد انك قعدتي معاه كتير وقتك مجرد كده، ويمكن كلمه من وقت الى اخر كده، ويمكن بعد ساعتين قاعده زي كده ما طلعتلوش بخمس دقائق كلام، هتلاقيه طالع كده كأنه متنشط ومشحون بطاقة للحب ليكي غير عادية، لأنك أشبعتي فيه احتياج رب خلقه فيه كده بدون ما أنت تدركي، هو محتاج لوجودك جنبه. لكن كتير ستات كده، طب أنا جيت قعدت معاك شوية وما مش هنتكلم، طب أنا أقوم أعمل حاجة مفيدة، أروح أطبخ ولا أروح أحمل عيال ولا أشوف نكوي الهدوم، ده أنا ورايا حاجات مثلتلة وكذا، الوقت اللي يبدو كده انك مش بتعملي فيه اي حاجه مفيده وكانه وقت ضايع، انت بتعملي امور عظيمه جدا جدا. ده تدريب عملي هيعمل فرق في الرجاله على فكره، انك تكوني قاعده معاه في نشاطاته اللي هو بيعملها حتى لو انت مش بتساعديه بحاجه عمليه، بس مجرد وجودك معاه يعمل فرق. ستشعري بالصداقه التي يحتاجها عندما تلبين دعوته بالمشاركة معه في نشاطاته الغير جذابة أحيانا، حاجات طب أنا هعمل إيه يعني، هقعد أعمل إيه، ما تسيبني أنا أنام شوية كده أطلع، ده اليوم من يوم طويل كده أعمل حاجة مفيدة، اشتركي معاه كده حتى لو حسيت أنك بتضيع وقت كده، هو مش تضيع وقت، لبي دعوته بالمشاركة معه، شجعيه أحيانا على نشاطات بمفرده مع رجال آخرين، هيفرق معاه جدا،
تقولي له كده ما تروح كده تخرج مع الرجاله مش عارف ايه كده، ممكن تسيبنا يوم او يومين كده كعيله واطلع تسيب، ممكن السكي انا ههتم بالولاد كده، انت كراجل كده اطلع كده مع شباب، اطلع خد اجازه لوحدك، عايز تاخد خلوه لوحدك كذا كذا، عايز تحضر مؤتمر كده. لما انت تشجعي على هذه الامور هيرجع مشحون ونشيط اكتر لعطاء وحب واقتراب منك اكتر. ديت اللوغاريتم اللي اسمه راجل، راجل عباره عن لوغاريتم كده. فالنهارده بنفكك الالغاز بتاعته وتفهميه. واخر نقطه بنختم بيها العظه، النقطه الشهيره والمشهوره، احتياجه الجنسي، العلاقات الجنسيه. هو يحتاج ان تقدري احتياجاته الجنسيه. وعايز اقول حاجه مهمه قوي افتكروها، عدو الخير الشيطان عايز يعمل كل طاقته عشان يخلي الرجل والمراه يناموا مع بعض ويبقى في علاقه جنسيه قبل الزواج. والشيطان نفسه نفس الارواح دي عايزه تعمل اي حاجه في الدنيا علشان بعد الزواج انه يبعدهم عن بعض جنسيا. على قد ما كان بيحاول انه يجمع الرجل والمراه قبل الزواج بطاقته وباغراءات بضغوط علشان يبقوا في علاقه جنسيه مع بعض، على قد ما بعد الزواج ليه؟ لان دي مدمره في الواقع. ده كانه الزواج يعني يضرب في القلب في الصميم لما يحصل اذى ويحصل خراب او خلل في العلاقه الجنسيه بين الرجل والمراه، فيحاول انه يعمل يهز دوت، يبقى فيها عدم استقرار، عدم تفاهم، عدم اشباع للطرفين، مشاكل، ايذاء، كل واحد يعني في مشاكل كتيره ممكن تحدث، مش هدخل في الموضوع ده كتير. لكن عايز اقول لكم انه نفس الارواح اللي بتحاول انها تدمر قبل الزواج بانها بكل طاقتها تجمع رجل امراها في سرير واحد، بكل طاقتها تحاول انها على قد ما تقدر انها تبعدهم على بعض عن السرير بعد الزواج. ستشعريه بتقديرك لاحتياجاته واهتماماته الجنسيه عندما تتجاوبي معه جنسيا مرات اكثر واكثر. ومش بس كده، هيفرق معاه، ده بيوصل رساله الاحترام. في ناس بتفتكر ان الاحتياج الاول عند الرجل هو الجنس، لكن عايز اقول لك في الواقع ان الجنس ده تعبير عن احترامك واحترامك لاحتياجاته، لان الاحتياج الحقيقي الاعمق من الاحتياج الجنسي هو الاحترام. الاحترام، والاحترام ده بيبان في صوره ايه؟ انك انت بتقدري هذا، وانك تتجاوبي معه جنسيا مرات اكثر. ومش بس كده، انك لازم تبذلي مجهود ان يبقى في اوقات انت اللي بتبادري، حسش دايما انه دايما هو بيشحت منك، انه هو دايما اللي ورا الموضوع دوت، انه هو اللي بيطلبه. لا، ده بيشوف فيكي قد انت مقدره وبتحترمي احتياجه، ان انت تبادري العلاقه الجنسيه في اوقات، مش لازم كل مره، بس لازم من وقت الى اخر يبقى ده واضح الرساله انت بترسليها له بهذا الامر. تتفهمي احتياجه لاطلاق احتياجاته الجنسيه، توصلي له ان انا حاسه بيك، انا حاسه بهذا الاحتياج. مش بتتكلمي كده اصل الرجاله دول حاجه فظيعه، انا ما اعرفش ايه دول ايه دول، شهدوا شويه، مش كذا مش كذا كذا. لا، رب خلقه كده، ده احتياج. يمكن بالنسبه لك، عارفين كتير بحس انه ممكن يبقى الاحتياج الجنسي ده عامل ايه بالنسبه للمراه، كان العلاقه الجنسيه دي زي الايس كريم، حاجه كده فوق البيعه لذيذه جميله وحلوه، بس مش ده اكله. يعني ممكن تعيش بدون ايس كريم، ممكن اعيش بدون ايس كريم، يعني مش هموت. لكن بالنسبه للراجل ده الاكله، ده الوجبه اللي لو ما اكلش هيجي له انيميا، هيبقى انبالانس، تعبان. احتياجك غير احتياجه، لازم تتفهمي هذا الامر وتطلبي نعمه من الله انك تعملي دوت، مش في انك تسكريفايس وكانك كل مره كانك انت الخروف اللي بيتذبح واللي بيضحي او كذا. ولانه ده بيوصل السبيريت، ده بتوصل مع الوقت، ده بيوصل له كده انه وممكن تبقي فعلا انت موجوده وموافقه وخلاص، موافقه، مش انك بترفضيه، اهو انا افيلبل، انا موجوده، بس الرساله روح كده كأن الموضوع ده مطرية. لازم الرب يلمس نفسيتك ويلمسك، يديكي نعمة خاصة عشان تقومي بهذا الدور كده وانتي اكسايتد بيه، وانتي بفرح، وتوصلي له كده ان انا مش مطرية، لكن ده انا
أنا ده مفرح لي إن أنا أشبع احتياجاتك، ومفرح لي إن أنا نكون في هذه العلاقة معا. أن لا تشعري أنك مضطرة لهذا الأمر، بل تشاركيه رغبته. آخر حاجة بنختم بيها، توفري أحيانا طاقتك من أجل هذه العلاقة. مشكلة كتير جدا إنه إيه؟ عندك العذر، طول اليوم كنت قاعدة تطبخي ورجعتي من الشغل تعبانة وكذا وكذا وكذا، وفعلا ما فيكيش نفس، ما عندكيش طاقة، تربية العيال والولد وكنت بقى مش عارف ايه بأكله وكذا وبتاع، ده انا طاقتي راحت عقبال ما تشوفوا بالليل بعض في وقت معين كده. لا، لازم تتفكري بحكمة. المرأة بالحكمة تبني بيتها، والحكمة دي خليكي انه ايه، لا انا عايز اقتصد جزء من طاقتي ومن مجهودي عشان هذا الأمر، ده من أولويات عشان بيتي عشان زوجي، مش الفضلات. ليه كتير بنتعامل معه كفضلات؟ لأنه أنت بتتعاملي مع الجنس كأنه آيس كريم، بس أنا عايز أقولك النهاردة هو اللحمة بتاعت الرجل مش آيس كريم، أو هو الوجبة الرئيسية، هو الوجبة أساسية. لا تعامليه كأنك بتدي آيس كريم، آيس كريم النهاردة فيه مفيش، ده موضوع كده. توفري طاقتك من أجل هذه العلاقة، توفري. يمكن تأجلي ده معناه أنك تأجلي الطبخ، تأجلي كنت هتغسلي وهتعملي ده إمتى وكده، مش مهم، سيب الطبخ ده، سيب الغسيل دوت، مش مهم ده وقته فيه، لو أنت عارفة أن ده فيه احتياج ده أهم. والحرص على هذا من منطلق أنه أمر أساسي وليس سنوي.